تحدث ظاهرة اصفرار الأوراق النباتية بسبب النقص الطبيعي للكلوروفيل أو نقص العناصر الغذائية في التربة، أو بسبب عدم قدرة النبات على امتصاص المغذيات الموجودة. وأكثر العناصر التي يؤثر غيابها على النباتات في الغالب وهما الحديد والمنغنيز، وتظهر أعراض نقص الحديد بشكل كبير على الأوراق الجديدة، بينما يؤثر نقص المنغنيز على الأوراق القديمة، فتكون الأوراق غالبا صفراء ولكن عروق الأوراق تبقى خضراء. وفي بعض الحالات قد يتأثر جانب واحد فقط من الشجرة. ومع تدهور حالة الإصفرار تظهر بقع بنية اللون على الأوراق وتنكمش، وتتعرض الأوراق الجديدة للذبول ثم الأغصان الفرعية والفروع بالكامل في نهاية المطاف. حتى الأشجار الناضجة قد تموت بعد عدة سنوات من المعاناة. يمكن أن تتسبب عوامل مختلفة في الإصابة بشحوب الأوراق، ويعد ارتفاع الرقم الهيدروجيني في التربة زيادة نسبة قلوية التربة وهو السبب الرئيسي، حيث تحتوي التربة في غالب الأحوال على وفرة من المغذيات الصغرى اللازمة لنمو النباتات. ولكن إذا كان الرقم الهيدروجيني للتربة أعلى من 6.5، فقد تتحد بعض عناصر الحديد والمنغنيز وتعجز الجذور عن امتصاصها، فالنباتات التي تحتاج إلى نسبة عالية من الحديد لا تصلح للنمو في التربة التي لا يتوفر عنصر الحديد بشكل كافي. ويرجع ارتفاع الرقم الهيدروجيني في التربة إلى عدة أسباب، منها رص التربة وسوء الصرف وإصابة الجذور والفيضانات والجفاف، بالإضافة إلى ذلك قد تؤدي زيادة نسبة الحجر الجيري أو رماد الخشب أو الأسمدة عالية الفوسفور إلى تفاقم حالة شحوب الأوراق. ويعد الحل الأمثل هو تجنب زراعة أنواع النباتات المعرضة لحالات نقص الحديد والمنغنيز في التربة، كما يمكن منع مشكلة الإصفرار عن طريق تحسين رص وتصريف التربة والتجنب الري المفرط. وينبغي تحديد العناصر الناقصة في التربة ثم محاولة علاج سبب النقص، وذلك من خلال البدء بإجراء اختبار التربة لتحديد مدى توفر العناصر الغذائية والتحقق من الرقم الهيدروجيني. شكرا على حسن المتابعة المشاهد تي في. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.